هو يروح للواجب او ينزل اصوم. تصومين؟ اي والله اصوم. ايش قد يبقى كم يوم هنا كان صايمه واحكي وياه وبدعتي داعت الحجيه فطري اليوم اني بكربله لا يظل بالك اذا اني غالي فطري اليوم وهسه من اطلع ود الكربله من اروح افطري صومي انت انت مريضه حجيه اقول لا يا ماما لا بعد روحي انت واروح يجي على المصايمه لو يجي قبل الفطور بساعتين يجي يفطرني يلا اجيت وصلت يعني وصلت يعني الحمد لله وسالم رحت هاي لو ما الله بدعاء سبحان الله اللي اروح واجي يعني روحي بعلاقه شايله يا حجيه هاي يعني الحكي ماله يجي فتره اي أيوة والله نجي سوا نقعد ناكل ونشرب ونطلع ونروح نجي يعني مستعجل على المول اصدقائي ينتظروني حجيه بالمول اصدقائي حجيه بالمول نروح بعد روحي انت يجي يسبح يبدل ياكل لقمه ويطلع يركض والحمد لله الف الحمد لله اي أيوة والله يا بنتي نحمد ونشكر فضل رب العالمين اللي كنت اتمنى زوجه وكنت اتمنى يا ريت واشوف ظنه لا سبحان الله الحمد لله. الحمد لله ارجع اقول الحمد لله لا اعتراض على حكم رب العالمين الله حبه والله يا بنتي واخذه اقول الله حبه واخذه لان كان سبحان الله ما ادري ما صار مثل ولد ما صار مثل ولد ليش تقولين صار يعني ما ادري سبحان الله كل شيء كل شيء تلقيه غير شكل اني راضيه عليه اني رضيت كل الرضا عليه قلبي ربي راضي عليه الى يوم الدين